مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل المسرات وجمعتكم مباركة. اليوم صباح رضا، بيكون صباح جميل وصباح راضي إن شاء الله، لأن اليوم حلقتنا ممتعة ممتعة من البداية للنهاية إن شاء الله. معنا فقرات عديدة وجميلة ومميزة لكم عدناها، ومعنا ضيف رائع ضيف رائع، وبيكون مفاجأة اليوم إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم، نلتقي بالضيف ولكن بعد الفاصل الغنائي. مشاهدي الكرام، احنا معاكم في هذا الصباح الجميل. طبعا اليوم بيكون مميز، فعليكم متابعتنا اليوم بالذات. اليوم لقاء خاص وحلقة خاصة في صباح الرضا. طبعا فقراتنا عديدة ومتنوعة زي كل مرة، بس الميزة في هذه الحلقة انه يتخلل فقراتنا فقرة مميزة وجميلة سيقدمها لنا المبدع الرائع صلاح درايمون. صلاح درايمون احد الشباب المبدعين في العاب الخفة وكذلك الخوارق. طبعا قبل ما نبدا في الحلقه ونشوف الخوارق اللي بنشوف اليوم والالعاب اللي بنشوف اليوم، اشياء اقول لكم مؤكد لكم ما هي الا ذكاء واحترافيه ولعبه ذكاء، وليس فيها اي شعر سحر ولا شعوذه، ولا يعني هو في حاجات مبهره جدا تخلي الواحد قدر ما يوسوس يقول ايش هذا، يعني معقول هذا ما يتعاملش مع الجن. في حاجات كثيره حلوه. هو طبعا صلاح اليوم ما جاب لناش الا بعض الالعاب الخفيفه الذي تنفع انه يعرضها في الاستوديو، انما في عنده العاب في الميدان مثلا زي سحب السيارات بالشعر وتفاصيل وحاجات كثير جدا ان شاء الله تشوفها في لقاءات اخرى. انما اليوم سنقدم ما نستطيع ان نقدمه في الاستوديو من العاب خفيفه ومبهره، وكلها العاب خفه والعاب ذكاء والعاب احتراف. طبعا انا اشجع الشباب ذول والذي مبدعين في هذا المجال، منهم طبعا صلاح وفؤاد الغرباني واسامه وكل الشباب اللي نعرفهم في هذا المجال، يعني ابتكروا لهم حاجه جميله كذا ورائعه، ويدل على ذكائهم انه يلعبوا الالعاب ذي تشيل ذكاء، مش اي حد ممكن يفهم دي الالعاب او يستطيع انه يقدر يقدمها للجمهور بهذه الروعه. معنا اليوم صلاح درايمون، اهلا وسهلا فيك يا صلاح، نورتنا ونورت الاستوديو. حياك الله يا صلاح. الله يحييك. طبعا يا صلاح اليوم بيكون اليوم مميز معك، لانه انت بتبهرنا بكثير من الالعاب اليوم، وعشان عندك العاب كثيره ومبهره وتستاهل ان تظهر معنا، فانا بدات معك من بدايه الحلقه، وبيكون ما بين الفقره والفقره نبقى نتحاور قليل كذا وتورينا لعبه من الالعاب عشان نجر الجمهور معنا ونشوقهم ونخليهم يستمروا معنا ويكملوا الحلقه. نشتي نشوف حاجه بدايه كذا. بسم الله يا صلاح، قبل ما نبدا معك الحوار تبدا لنا بلعبه كذا. طيب. لعبه بسيطه يعني. ابدا لك بلعبه بسيطه. اول شيء بسالك سؤال. تفضل. اين اسرع، العين او اليد؟ العين. العين ده اللي احنا فاهمينه. طيب بالنسبه لك العاب خدعه بصريه، بحاول اعكس لك هذا الشيء واثبت لك انه عكس. تخلي اليد اسرع من العين ان شاء الله، يعني هنشوف. ببدا لك بكره لعب بس قصيره، معي هنا مجموعة اللي هنا ايش مجموعة ثانية. نعم. الشيء اختار اي مجموعة تشي انت منين؟ اللي شتي. اليمين او الشمال بس اشير عليها. خلينا اليمين الاقرب. اوكي يمينك. بحاول اقلب الكروت بالشكل هذا. بس قبلها ايش بوريك؟ انه جميع كروت اللعبة ايش؟ متشابهة. اللي هنا زي اللي هنا قصدك؟ ايوه اللي هنا اللي على يميني نفس اللي على يساري. نعم. جميل، كلها متشابهة. نعم. طيب انت اخترت الجهة اليمين صح؟ اليمين، وانا مركز معك. أوكي عشان ركز على كل شيء بسويه، لان بحاجة يدي أيوه. تكون اسرع من عينك. بشوف بخالط بالشكل هذا لما تقول لي انت. بس بس هنا ازيد اللي يكفي يكفي يعني. اوكي حلو، نمشي لك كرة اللعب بالشكل هذا والجهة اليمين كامل. جميل، ليش انك بصبعك ايش اللي على اي كرت شي انت؟ هذا فين؟ هذا. هذا اوكي حلو، نحطه لتحت، نخلي ايش بشكل ذعب بحيث انه نعرفه مميز يعني. مميز كامل. بحاول امشي لك كل الكروت بيطلعوا ايش؟ مختلفين. نعم. قبل شوي خالفناهم براحتك، على ممكن تقول لي انت وقف في اي مكان شي انت. وصلنا لعند كرتك نخرجه على جنب. بواصل امشي جميع كروت اللعب. مختلفين. نعم كلها مختلفة. كل الكروت اللي عندنا ايش؟ كلها مختلفة. طبعا انت اخترت هذا الكرت من المجموعة. نعم.
طبعا بشوف انا حظي ايش بيطلع، يعني احتمال يطلع نفس كرتك احتمال لا. فايش برايك بيطلع نفس الكرت ولا لا؟ والله لو طلع ثلاثة معناته انه هذه في ذكاء. اوكي طيب بنشوف الكرت اللي انت وصلت عنده ايش كان؟ 9 قلب احمر. 9 نشوف الحظ ايش سوى معاك؟ لا بالصدفة يعني وانا مركز كذا و طيب هذه 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 لعبة ذكاء واحترافية. حلو ركز بحاول ادخل. انت قلت النص المكمل للتسعة تماما. ايوه الان شيك تركز اقوى اقوى من طيب. قبل شوية خذ انا مركز وخدعت لك كيف حد باخذهن حطهن كذا. الان يدي بتكون اسرع من عينك. 1 2 3 شفت؟ شفت ولا لا؟ اوكي شوف. طيب قبل شوية ايش كان الكروت؟ مختلفة ولا متشابهة؟ لما مشيناها 9 ما علينا من كرتك هذا مختلفين. ايوه مختلفين مختلفين صح؟ لا تقول لي شنو رتبتهم. نشوف يعني كذا بقول لك قد ساحر شط. يلا نبدا 1 2 3 لا يطلع لك يا راجل يا جماعه بدات اشك انا. هذا الجن حقق اللبهم نفس الكروت. روعه ما شاء الله عليك. هي ذكاء احترافيه. لو كنت انا مش متيقن هذا بقول الصراحه جني قلبهم ولا لانك ما مسكتهمش اصلا. لا بس يدي اسرع من عينك مش الدرجات يعني. احتمال تكون اقوى. حياك الله يا صلاح. صلاح الشيك تحدثنا عن بدايتك، كيف بدات في عالم العاب الخفاء او الخوارق عشان الناس تعرف طبعا عليك. بديت بالخدعه البصريه قبل الخوارق، قبلها بسنتين. بديت كنت ادرس في معهد، كان معي زميلي في المعهد اسمه اسامه العامري هو اللي علمني الخدعه البصريه الله يفتح عليه. فكنت اشوفه بيسوي خدع، كنت استغرب ايش بيسوي اذا بيلعب بطه حاجه هباله كبدايتها، واشوف الناس بينبهلوا منها قوي. فقعدت بحاول انا اشوف ايش بيسوي. كنت اشوف بس يعني كخبرتي من الحياه كنت متعلق بلغه الجسد واشياء نفس كذا، فكنت احاول اتوقع الاشياء. علم الفراسه فاهم بهذا الشيء صح؟ اوكي علم التوقع الفراسه يعني لغه الجسد الحاسه السابعه ايوه بس ما وصلتش لهذه المرحله يعني. اوكي فكنت اشوفه بديت اتوقع منه اشياء. فقال لي ايش رايك ما انك مبهر بهذا الشيء، ايش رايك تقول خدع البصريه بتبدع فيها اكثر مني؟ فقلت له ما اعتقدش اني ابدع فيها اكثر منك. فدخلت بديت اتعلمنا كاول خدعه كانت منه، ثم انطلقنا على اليوتيوب. انت بدات بالعاب البطه؟ اي بدات بالعاب الخدعه البصريه بالبطه فقط. بالبطه يعني. وبعدين بدات انت تطور نفسك، كيف بدات تطور نفسك؟ مثلا اتشات فيديوهات اخذنا كنت اشوف بعض اللاعبين الخدعه البصريه اخذ منهم احللهم كيف بيسووا، ادخل النت اشوف الاجانب ايش بيسووا ايش بيفعلوا، واحاول ان انا ايش يا مش ان انا اقلده بنفس التقليد لانه بعدين كنت صعب ان تنسخ لنفس الاسلوب، تاخذ منه يعني شويه وتجيب اسلوبك وباسلوبك انت. لان هي اكثر الشغل شو، طبعا في الالعاب اكثر يعتمد على الشو وحضورك انت كلاعب، يعني مش مجرد انك تقدم اللعبه وخلاص. يعني لازم تعمل جو تعمل شو، انت كممثل تعتبر على المسرح لما تقدم فقره بسيطه بس تبهر الناس بتمثيلك كمان اضافه الى العرض. طبعا انت قلت طورت نفسك بالنسبه لك، بس هذا يحتاج له طبعا لذكاء، يعني ذكاء انك تلقى اللعبة هذه وانك تعرف تفاصيلها وانك تتمرن عليها. اكيد تمرين واصل وصعب انك تواجه دراستك وشغلك وعملك مع الخدعة البصرية. انت انت الحين تدرس ايش؟ بندرس نظم معلومات اداريه مستوى رابع اخر سنه. ربنا يعينك. وكيف تقدر توافق بين الدراسه وال... والله كان جدول المحاضرات وهذا بيساعدني على هذا الشيء، لانه كان مش كل يوم معنا محاضرات، في معنا ايام اجازه وايام والمحاضرات مع اوقات كذا، مش كل اليوم 3 محاضرات او 4 محاضرتين 3 بالكثير. طيب قبل ما نكمل كذا عشان نتشبع اكثر منك اليوم بالالعاب، ايش بتورينا لعبه ثانيه؟ طيب احنا بدانا بالحاجات الصغننه. طيب حلو ما بدا ما رجع بس احنا شويه طبعا الخوارق بعدين. طيب بدينا لعبنا بالكره القصيره، بحاول ان العب لك ايش رايك كروت اطول منها شويه. نشوف الكبار ايش بيعملوا اذا كانوا الصغار قدنا هناك الكبار. اي انا اشوف الكبار بحاول ان انا ايش اقول لك. ناخذ بطه غير هذه خليها بعدين شويه نصعبها. طبعا الالعاب ذي قلت لك يعني تحتاج ذكاء انك تخدع اللي قدامك او بحرفيه كذا تقنعه انك تعمل حاجه. انا كنت اتفرج من اول على هو يلعب الالعاب دي يعني على اساس ان انا بشوف كيف يجيبه ما عرفتش يعني جلست اركز بلا فايده. فما طيب. شاء الله عليك صراحه حرفيه. ايش رايك لو اسوي معك تحدي الان؟ طيب تحدي يلا تحدي بنسوي معك تحدي بنشوف. مش لك كره اللعبه انت الان قول لي وقف اي مكان تشي انت. اوكي طيب قول لي وقف اي مكان تشي انت ستوب هنا تغير ولا ماشي؟ لا خلاص
خذ كرتك احفظ ما اوريكش. لا لا وري عادي الجمهور وري. اوري الكاميرا. اهو انت بتوري. لا تشوف لا تشوف الاسم. لا لا ما بشوفه حاليا. يلا الكرت معي. اوريك ايش اللي معي الان هنا. كرت فوق كرشي بنشوف. معي هنا اس كيس فاضي. الامام والخلف. نعم. نغلق عليه. باخذ كرتك. الكل يشوفه. بحطه ايش؟ وصل الكيس اللي معي انا هنا. تمام. ركز عليه. ابرك ادبرك. ابرك ادبرك. اخذته ذوبه تشوفه؟ ايوه شوفه جدا. باين مقلوب كذا شكله صح؟ من هنا احمر من هنا ذو الشكل. ايوه. اظن انه والد احتمال احطه ايش دخل كره اللعب. حطيته. حطيته هنا. كرت مخفي. اوريك كيف فاضي. عشان تتكى زياده نفتح لك الجيب اللي هنا. يا راجل. فين وديت؟ شلوا القنين. يعني لا تقول ليش انه قدوه هنا. احتمال بس معك التحدي ايش بيكون؟ معك 3 محاولات انك تطلع كرتك. تمام؟ بس قبل اخبط لك كره اللعب. احتمال يكون وصل الاول وصل الثاني. يلا ايش رايك؟ اختار علي كرت اسحبه لبرا. اختار انا واسحب. بس لا تشوف وش. ايوه لا تشوف هذا مثلا. هذا كذا. طيب باعتقادك يكون كرتك ولا لا؟ باعتقادك ان الكرت هذا بيكون كرتك؟ ان شاء الله لو حظي مليح. يلا نشوف 1 2 3. لا مش كرتك؟ 3. مش كرتي. يلا ثاني محاولة. معك 3 محاولات بس. طيب. على فكرة لو نجحت بعطيك $100. يا راجل. اوكي. ما انا لو ولا فشلت بس يتأكد يعني مشان هنكم براحتي. يلا. طيب. اوكي. باعتقادك كرتك؟ انت متأكد؟ انا ولا انت وحظك؟ يعني انت متأكد انك بتعطيني $100؟ يلا بنشوف. بس قبلها يعني افتح؟ بسم الله افتح. 1 2 3. يا الله. اوكي بعدين ماله كذا 1 2. والله حقه عشان انسحب انا الصوت انه بديت تقرب. احتمال يطلع الحين كرتك مش عارف بس بعدين تورط. الفلوس تجيب $100. اوكي صح وعدتك. بعطيك الفلوس الان. ايش فين؟ يا اخي معايا مشكله. ما هي احترقت. احترق دمي لما قد $100 تخرج منه. افتهم لك. ما صدقتش يعني انه بعطيك الفلوس ده كله. معي هنا ايش الفلوس هذه؟ دولارات. اوكي. طيب. بس قبل اسالك سؤال. مهني انك تاخذها كذا يعني؟ كل ريحيه وكل سهوله. عاده لازم في اسمه. يعني كذا. كيف يعني؟ يعني طيب ما تبغى تاخذها ولا ماشي؟ والله شوف شو اللي يعني؟ انت شيها؟ انا اشتيها الصراحه. متاكد؟ طيب المعذره منك ما انا العب خدعه بصريه قادر اسوي هذا الشيء. يا راجل. رجعت الكرت حقي اكيد اللي اخترته الولد يعني كذا ولا كذا زيد عليها ما تشيل تدفع الفلوس لازم انا ما هو خداع اكيد ما تخدعنا. الله عليك الله عليك يا صلاح. طبعا احنا بالبدايه مع صلاح وطبعا حاجه طفيفه وبسيطه نريح صلاح قليل ونروح للفقره. صلاح طبحت اللعبه بس صح بعدين ايش رايك نهايه الفقره. طيب تحب بنت الصحن؟ بنت الصحن اكيد بالعسل كذا وحب البركه فظيعه. تعرف تسوي بنت الصح؟ اسوي لا ما تعرف تسويها. اعرف اكلها. ولا انت عارف كيف الطريقه عشان تصلح بنت الصح؟ اجي مدري ايش مش متاكد كامل بالضبط. طب انا كمان ما اعرفش بنت الصحن او كيف تصليحها او كذا. وللحريم اللي ما يعرفوش يصلحوا بنت الصحن وخزوبنا تمام عشان تعرفي تصلحي بنت الصح. اخ زوجك يقول لك انا خرمان بنت الصحن اشتي بنت الصح. هي شوفي كيف تسوي بنت الصحن نوريك احنا كيف تسوي بنت الصحن. وفقره مع بنت الصحن وطريقه تصليح بنت الصحن وبعدين نرجع لابن الصحن صلاح. لانه طبعا الطبخ هو موهبه المراه وميزته يعني في البيت. فالامراه التي تقدر تقدم كل الوجبات لزوجها فتكون مراه مميزه حتى تحل كثير من المشاكل. يعني اكثر المشاكل تجي ان الحرمه ما طبختش اليوم، الحرمه تاخرت بالطبخ، الحرمه. فالموضوع ده ما هوش قليل او انه هين عشان ما نتكلمش فيه او نذكره. فهو من الحاجات المساعده على ايش العلاقه الطيبه بين الزوج والزوجه.
فطبعا بنت الصحن عشان كل راجل اذا شوفوا على تعب لما تعمل بنت الصحن وكم وقت تاخذ. احنا الان لكلفتنا الموضوع، ولا الموضوع اكبر من كذا وتعب فيه وكذا، وانت تجي تاكل بدقيقتين وعادك تصيح. فشكرا طبعا. وطبعا انا للسامع اليوم صلاح الرائع المبدع لاعب الخفة والألعاب الخوارق. طبعا احنا بدأنا بألعاب الخفة البسيطة ولسه معانا الخوارق، بنخليها إلى النهاية في كل فقرة يتخللها. طبعا نرجع لصلاح ونرحب فيه ثالث مرة ورابع مرة، حياك الله يا صلاح معنا اليوم، واليوم بتكون مميزة بوجودك طبعا الحلقة وإبداعاتك، ونشي نظهر أكثر قدر من الإبداعات والروعة والنجومية اللي فيك. طبعا أنت طبعا إنسان مبدع، واللي أعرفه أنك معك فريق ايوه صح؟ فريق أكبر هذا، يعني. الفريق هذا الخاص بالألعاب الخفة ولا الخوارق؟ خدع بصرية وخوارق يعني بشكل عام. بشكل عام طب الفريق ده انتم تقدموا عروضات في عدة اماكن تشتغلوا؟ نقدم في عدة أماكن، آخر مرة قدمنا عروضين في جامعة خاصة طلبت الفريق فحضر الفريق كامل. ما فكرتوش تشاركوا في مهرجان او مسابقة برا كذا او شيء في معين؟ الحقيقة هذا حلم الفريق، انه ايش يوصل الى عرب تايلاند. ايوه عرب جوت تايلاند والمسابقة دي الكبيرة. هو طبعا ابداعكم كبير ويكون مميز في البرامج دي اكيد، يعني مش ما شاء الله عليكم. طبعا احنا اليوم قلت لك احنا بمجرد قدمنا حاجات بسيطة اللي تتناسب انك تقدمها في الاستوديو، انما انا عارف ان معك حاجات طبعا اكبر واروع من كذا، ونفس الحاجات دي مش بسيطة طبعا، هي مبهرة رائعة، بس لان انا عارف ان باقي الاروع والابهر فاتكلم كذا. فالموضوع فيه ايش معك كمان الان؟ اوكي بحال الان نلعب لعبه مع الجمهور، مع الجمهور احنا والجمهور مع بعض. يلا نلعب مع الجمهور، الجمهور ركز معنا. ايش تاخذ اربع كروت، اي اربع كروت تشي انت، اي اربع كروت، والجمهور طبعا اللي يحتاج الجمهور انه ياخذ كروت لعب واربع كروت ويجي يلعبوا معنا. يعني اختاروا اربع كروت انتم في البيت؟ ايوه بالاسم يعني يختار ارقام؟ لا لا ياخذ اربع كروت بطه بيده يلمسها يا معنا. اللي عنده بطه في البيت واللي يخرج يشتري وراعي له ولا كيف؟ يلا قاعد ياخذ الفيديو يجي يلعب بعدين. طيب اللي عنده مثلا كروت لعب في البيت يخرج اربع كروت في يده ويشاركنا في اللعب مع صلاح. طبعا اربع كروت، اختار اربع كروت اللي تشتيها انت، اللي تشتيها من الكروت اختاره وحطها في يدك وتابع معنا اللعب ونشوف. أوكي يلا نبدا من عندك. انا ابدا، انا اختار على بال ما الجمهور يدور البطه يمكن ضيعها في الخزانه في واحد اشوفهم. عادي انت اقلب الكروت نقي لك انت. اثنين ثلاثة أربعة. شوف كيف أنا ذكي أنوع. أنا كمان بقضي أربعة كروت بلعب معاكم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الله على حظ معي حيل صراحة يعني. إيش اللي طلع له؟ أوكي عادي وري الجمهور. ماشي انتم منات يا سلام. تربين في عزك. انتم منات وثمانية، أوري الجمهور عادي. أوكي عادي وري الجمهور. هذه أوراقي وأنا كمان معي هنا أربعة كروت. هذه أوراقي طبعا، هذه أوراقي، بنت ثلاثة بنت ثمانية، أمشي في بنتين. أوكي حلو، أنا أخذ أربع الكروت تحطهم كذا علي تحت بالشكل ذا كذا. أيه طيب، وأنتوا أعملوا كذا في طبعا البيت. الجمهور بيسوي لما نسوي إحنا بالضبط، سووا الحركة هذه خطوة يا جمهور. خطوة أقلب كذا الكروت. يلا رجع الكروت بالشكل ذا تمام. يلا أنشط الكروت كذا. أيوة أنا صح. أيوة صح، أنشط الكروت نصين. تأكد من أقوالك؟ أكيد. قطع الكروت لازم. يا اخي حرام البطل. شعرنا الكروت اقطع عندي. اي اقطع وخليك ماسك نفس ما انا. هذا لو قدر تقطع. نقص على اثنين اثنين لو تشي. ليش بس حرام يا اخي نقطع سهل. لا لا خلينا كذا كل مجموعة لحالها فوق بعض زي كذا. ايه كل واحد مع صدق صاحبه يعني. ربنا انا زعلان لكن الله. طيب قطعتهم. اوكي اخذهم كل واحده مجموعه، كل مجموعه بيد بيد. هذا المجموعتين امسكهم بالشكل ذا. اوكي حلو، انا بحط اليمين فوق الشمال، انت تعكس الجمهور يشي يعكس، كل واحد وحر. اوكي انا بحط اليمين فوق الشمال، امسك الكره كذا بالشكل هذا. انت حر فوق فوق بعض. فوق بعض. اوكي اوكي سوين كذا بحيث انه يتسانين معنا. خلاص حلو يلا. طبعا بنبدا نسوي ناخذ ثلاثة كروت، واحد والجمهور يتابعنا نعمل نفس الحركة. الجمهور يسوي معنا بالضبط، واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. حطهم في الوسط، لا في الأول ولا في الأخير، في الوسط في النص. في أي في مكان النص. في النص، أي مكان بالنص، المهم لا في الأول ولا في الأخير. بالنص. أوكي نحطهم هنا.
نسينا ما نسوي شيء، هو ناخذ اول كرت، خذ الكرت الحين احطه عند على جنب، ماشي احطه على جنب هنا هنا انت عندك ايوه باي مكان اه قدام الكاميرا ايوه خليها بعد شويه طيب انا باخذ لي كرت حلو وانت خذ كرتين والجمهور كرت كرتين ثلاثه كل واحد حر انا اخذت لي كرت انا اخذ كرتين انت حر هذا الشيء انا حر اها خذ الاول واللي بعده لا لا خلي اللي بيدك هذا بيدي تمام حطهم في الوسط لا في الاول ولا في الاخير في الوسط في الوسط اوكي بعد اللخبطه دي لو طلعت نتيجه الصراحه يعني الله اعلم الله يستر كرتين ها خذ كرتين هذول كرتين حطهم في الوسط مره ثانيه الجمهور معانا مركز حطهم في الوسط لا في الاول ولا في الاخير في الوسط في الوسط طيب انا باخذ كرت انت خذ كرت الجمهور ياخذ كرت طبعا اي شخص موجود جنبك بيلعب معك خذوا كرت بدل انت وياه في الكروت بدل انا وياك ولما فيش جنبه حد يحطه في الارض يحطه يرجع يشله يلا اوكي حطه في الوسط لا في الاول ولا في الاخير ان ذا ميدل في الوسط اوكي تذكر ايام زمان ما حد كان ياخذ الورده تحبني ما تحبني ايش ناس كذا ويقطعها اي ما يبعد على انا كنت اشيل شجره كبيره عشان اضمن ال اي الان بلعبها الان معنا طيب ناخذ اول كرت ايوه نقول تحبني وحط لنا في الاخير تحبني ايوه خذ مره ثانيه اول كرت اول كرت ما تحبنيش حطه هنا اللي ما تحبنيش هنا أيه. طز مره ثانيه اول كرت أيوه. تحبني حطه تحت نعم ما تحبنيش حرم بينه طز تحبني حطه تحت ما تحبنيش ارجم اوكي تحبني حطه تحت ما تحبنيش ارجم تحبني حطها تحت نعم ما تحبنيش ارجم تحبني حطها تحت ما تحبنيش ارجم طبعا الجمهور والكل بيوقف عند كلمه تحبني يبقى معك كرت طيب طبعا مشكله مش هنا بس اول خرجنا كرت على جنب صح ايوه هذا الان بنروح له انا بروح عند كرتي وانت تروح لعند كرتك لا شيء منك واحد اثنين ثلاثة قلب الكروت يطلع لك نفس الكرت اللي عندك يا راجل نشوف اللي عندك بعد اللخبطة دي لا أنا ما صدقش أغلب إذا قلبته نفسه هذا سحر لا ما سحر ذي لحظة لحظة نفسه أوكي أغلب شوف الرقم كمان طلعت بنت برضه يعني بعد اللخبطة دي والعصيد تحبني ما تحبني ده كله طلع البنت تحبك فرق شوف الكاميرا يا أخي أنا مدري كيف وأنا كمان والجمهور نفس الخبر وأنا مش عارف إنه ما فيش جن وهذا أنا متأكد بس الموضوع مش عارف كيف قد ربما يكون هذا بالذات في بقني الشخص هذا يعني السهل. كيف عملت بعد اللخبطة هذه كل الصراحة وأنا قد قلت خلاص أنت تهت معي أنا دوخت وترجع نفس الكرت يعني طبعا لو أخذ الفيديو وحاول مرة ثانية عيدها أكثر من مرة ويغير الكروت بيطلع نفس بيطلع نفس الشيء الموضوع فيه إنه الموضوع فيه بدأت أشك فيك بدأت أشك فيك ما يخارجش الخبر هذا كذا خذها على جنب دي ما نحتاجهاش هي ألعاب خدعة يعني كلنا متأكدين إنه خدعة بس فيها ذكاء ذكاء يعني فيها لعبة فيها ذكاء فيها ذكاء وكمان فيها تصرف الشخص اللي أمامك كيف بيسوي كيف كله يعني أنا تخدعنا الله يسامحك لا ألعب معك حاليا يلا أوكي طيب طيب الآن لعبة ثانية نلعب نصعبة شوية صعبة لما تشبع قدو سهلة ولا صعبة أول ما أنا أربع كروت أوكي أربع كروت شعطناهن تمام حلو الآن معي هنا أربع كروت أنا مش عارف إيش هن ولا أنا نحرقهم ولا نسقطهم لا هذه المرة أنا حافظ عليهن طيب انا معين ايش اليكه حلو باخذ اليكه سبيت احطها في اول كرت تمام فين اليكه اول كرت اول كرت صح كلامك صح فين راح اكيد مستحيل يروح مكان باخذ اليكه احطها أيوه؟ ثاني كرت ركز معايا ايوه ثاني كرت فين اليكه ثاني كرت طيب ثاني اسوي كذا طوال ايش ارجع لي مره ثانيه ايش اول كرت طيب اوكي ركز معايا اوكي اخذ اليكه احطها أيوه؟ اخر كرت فين اللكة؟ أشوف آخر كرت لا تقول ليش أنا تحركت قدام عينك قدام عيني بس أسوي كده أطلع ليش أول كرت يا راجل أنا طبعا أتبرأ من الحلقة إذا كنت جبت مش عوض أنا مش داري أيه في بقى طيب أخذ اللكة مرة ثانية طيب تمام كل شيء أحطها إيش ثالث كرت ثالث كرت طيب اللكة الآن فين يعني لو بتطلعها من ثالث لأول مش عارف ثالث كرت ثالث كرت بس طبعا هنا أنا معي مشكلة مع اللكة دي حطيناها في الاول مكان الاول عادي الثاني طلعت الاخير قفزت نقول يعني يوقع شيء اما الثالث تطلع الاول دا قلنا ذا كلام اوكي نحطه هنا تحت رمينا لك في بقي نادر مياه اي رمينا هذا الحين طيب نشوف لكها مرميه برميه بس مره ثانيه ايش قلت لك فيها ايش هذه في بقين فيها جن نحطها هنا مره ثانيه يا راجل فين الكلام هذا بدوخ بي فين هي رميته ذي ولا ذي
الاولى هذا الحين قليله هنا بس خليه هنا اوكي، بس مره ثانيه ترجع لهنا مره ثانيه مش كذا بس ترجع لهنا. اهلا وسهلا. طيب طبعا بقول لك ايش الاسم التريك ده، بيسمونه لكه ابو اربع عشرات. كيف يعني؟ ليش يعني ابو اربع عشرات؟ كيف ليش يعني؟ بقول لك ليش نسوي كذا مره ثانيه، ايش طلع لي العشره، طلعت اول عشره يا جماعه معلش دخلنا بس راجل. طيب نواصل الحين، بيشكوا بعدين يقولوا جد لا تودي في بلاش. عادي الموضوع كبر، شوف الموضوع كبر عادك لسه يعني البطه تحول قدامي. ايوه طيب حطينا العشره الاولى، ايوه قلنا ايش اربع عشرات، العشره الثانيه يا سلام تحط، العشره الثالثه يا سلام سلم، حط عشره ايش الرابعه. اوكي نتاكد لك ان اربع عشرات ولا ماشي. العشره الاولى، العشره الثانيه، الثالثه، الرابعه. طيب انت اسمها كذا ما كملش عاد، ما كملش ما كملش كذا الاسم. يلا بيسموها لك ابو اربع عشرات الملوك يا راجل. ليه لا تقوليش اني بتحول؟ احتمال عن نفس اول اربع عشرات يعني لك تتوقع منها اي حاجه يعني، هو يمكن البطه مسحوره مش بدايه ايش قلت لك لك معنا فيها مشاكل يعني، نشوف الان لو انت ترجع لنا يا لا سلام كذا كثير. اوكي يلا طلعنا انا ايش، ركز على ركز على ركز على يده بالله، ركز على يده عشان الجمهور يشوف يعني. كانت يكة بعدين ثانية. عشرة بعدين ترجع شايب على جنان، نحطها هنا. اه مرة ثالثة يا سلام، الرابعة يا سلام سلم. يا جماعة أنا طبعا ما ليش دخل بالراجل ده، أنا جبته على أساس لاعب خفة ما أناش داري هي كلها طبعا خدع وأنا متأكد، بس ما أناش داري كيف كيف خدع أنا ما أناش داري. أوكي. الله عليك يا صلاح، رائع رائع يا صلاح. طيب في حاجة أنا شي أسألك إيش؟ لا لو سمعت ركز، يلا أوكي الجمهور ركز معي. صلاح قبلنا دول مكي قماش ملون عادي، إيش تفهم إيش دخل اللمبة اللي جابه بالقماش ده الملون؟ اللمبة دي بالقماش الملون إيش بتسوي بها يا صلاح؟ طيب بقول لك صح، إيش المقاتيل لمبة احتمال ولعها احتمال كسرها احتمال سوي ما نجد رأيك أنا إيش احتمال بسوي فيها؟ تجيب لها القماش تربطها بالقماش مثلا يعني لفهمها الحجب هي اللي دخل بالقماش ده. مش عارف هنشوف الان هنقرب خلاص، ورينا وري الجمهور ايش بتعمل بالقماش ولا مبهي. بسم الله نشوف الان. طبعا هنبدا اول حاجه اسجل لك سؤال، تعرف حاجه اسمها الكهرباء الساكنه والناس ده؟ الكهرباء الساكنه تحط بالون كذا بتثبط الحركات كذا. ايوه اكثر الاوقات عند من نفسك تحس انه انت في كهرباء ساكنه، في كهرباء لو ما تقص نايم تحت بطانيه صوف كذا شويه تحس لما تطلع. نعم طيب انا بحاول نسويها انا وانت، لا تكهربنا معنا اللمبه دي. بحاول انا ايش اقول لك، اخذ الكهرباء منك ومني ونجيبها للمبه. انا في بي واد زايد شحنه زياده يعني احتمال تقرح علينا. اوكي نحاول انا نشوف ليش منك مسكينه لو سمحت. امسكها معايا كذا كذا تمام. طيب اسوي باصبعك كذا. لا لا عادي خليك كذا بس المكان ذا، خلي شوف الكل بيركز معايا وانت كمان ركز معايا. طيب انه ايش اللي بحاول اسويه؟ اه نشفط الكهرباء مني ومنك نحطها في اللمبه يا راجل، يا ليت تكون مناسبه. خلي الكاميرا متابعنا لو سمحت. يلا اوكي تابع عند اليد واللمبه، نشوف اللمبه ايش بتحصل به لو قرحت لا وقي ما ليش دخل. واحد ايوه اثنين ثلاثه ثلاثه لا يا سلام سلم دي ولعت معنا اللمبه ولع والله طلعنا مكهربي. يلا اوكي بنحاول الان نطفيها. اوكي بعد واحد اثنين اثنين ثلاثة. طيب ايش رايك نصعبها شوي؟ ايش اصعب من كذا؟ قد ولعنا لمبة تمام ولعناها سدينا على ذا الشيء رجعنا مواطير. طيب بس ايش قلت الان ايش علاقة ده باللمبة؟ طبعا اختار اي لون تشي، انت حر بالاختيار واحتمال تختار الاثنين as you want as you like. انا يمكن اختار اثنين يعني نبدا بذا الشيء الاحمر مثلا. انت بالاحمر تقم على الجاكيت. اوكي سوي كذا بيدك ذيك اللي هناك بحاول. اوكي كذا انا اخذ اللمبه مره ثانيه، نمسك اللمبه نفس اول. نعم خذ نفس. طيب الان برايك ايش اللي بيوقع؟ اول ولعناها تمام اليوم نقرحها ولا ايش الان؟ بس معنا شيء مختلف اللي هو ايش الوشاح اللي معك اللون احمر. ايش الفائده اللي ما نشوف؟ بنشوف ايش فائده الان حاليا. انا بين اشك انه احتمال واحتمال ماشي انا اقرب. ايش رايك خليها مفاجاه سبرايز. يلا اوكي بعد العد ثلاثه سوي كذا باصبعك. اوكي واحد تابع معنا اثنين ثلاثة. اوكي حمرت
حمرت اعطت اللون الاحمر نفس القماش. اوكي بس شكل شكلك مع اللون الاحمر مش تمام انت. بنحاول نغير شكلك. طلعت احمر. اوكي بعدين لو شهل ايدك اسمع. ما نحتاجوش الان. خلت تقرب الازرق صح؟ نشوف الازرق. نقرب الازرق. سوي ايدك مره ثانيه. نعمل نفس الحركه. نفس الاول. باينه الكاميرا. اوكي. للمرة من عندي كانت ما جبتش انا طاقة قوية بحيث انه الضوء طاح شوي بس طلع لون احمر بس طلع حاجة خفيفة كيف حمر؟ ما هيك كذا ما كان كفيش حاول تخط نفس القماش مصاصلي القماش الحمر حقه قليل كل لون على اللون يلا اوكي نبدا واحد اثنين اثنين ايوه شوف بالكاميرا اللمبة ثلاثة كذا تمام رجعت بلون القماش ازرق هنحاول الان نطفيها مرة ثانية بعد واحد اثنين اثنين ثلاثة الله حلوين كذا على فكرة أنت ممكن نستفيد منك يعني نكون للكهرباء يعني مثلا أي بيت طبعا الكهرباء عندي ما تطفيش لا ورينا بس بيكونوا في كذا يشبك خلاص خمسة ستة نفر أسرة بدل ما يشتركوا بالكهرباء ويخسروا هذا نفس الوقت لعبة ونولع اللمبة ولعوا لمبة يقصون ماسكين ولعوا لمبة واحد يطلع حط بعضه يمسك الثاني يعني والله فكرة حلوة صراحة والله حاجة رهيبة ومبهرة أنا صراحة يعني أنا لحد الآن متأكد إن ما فيش جنون العفاريت اللي هي خدعة وألعاب إنما مش داري كيف صراحة أبهرتنا صراحة طبعا في معنا بلعب الخفة كمان معنا الخوارق أوكي. الخوارق الحاجة اللي هي الصعبة أو الحاجة اللي مثلا طبعا صعب إن واحد ينفذها وأعتقد تعتبر حاجة إعجازية شوية كذا في بها قوة في بها صمود في بها حاجات في حاجة قبل الخوارق أوكي ما هي حاجتين قبل الخوارق بس كبداية معينا هنا ايش حلم دريم الكاميرا بتشوفه ايوه شو الصورة حلمي حلمي ماي دريم اوكي هنحطها بالشكل ده كرة لعب فوق هنستخدم ده مرة ثانية طبعا بين جبت لك المرة كرة لعب مختلفة الاحجام وده كامل أو سأعمل البطة. هذه بطة كبيرة. هذه شكلها لا فترة يعني. معك كبرت كانت صغيرة ربيت أنت. يعني. هذه أنت ربيت أنت. فأكيد إني بتصرف اللي تشتي خلاص الله تربيتك. أوكي. طيب اللي بقول لك أنا إيش بسوي؟ ماشي لك كرة اللعب كذا. تقول لي وقف في أي مكان تشي أنت. ستوب. تمام. يلا أوكي نبدأ. ستوب. خليك أسرع من كذا. ستوب. هنا. تتغير ولا ماشي؟ عادي براحتك. أعرف ذا الشيء. تتغير؟ لا خلاص. أوكي خذ كرتك. ما اوريكش لا نشوف الكل والكاميرا قول لي تشوفه اوكي بس قبلها نطاقه بالشكل ده نطاقه مره ثانيه بالشكل ده تمام حلو بحيث انه يكون كرت الوحيد ما في شيء كرت ثاني يشبهه ولا اي حاجه مميز يعني آه يا مميز معانا حلو طيب تقطع كمان هلا نشط الكرت اخر قطعه عندي تاخذها انت خذ اخر قطعه اقطع يعني ايوه خليها بيدك خليها بيدك تمام ركز ايش معي هنا ايش الكرت الثلاثه اوكي الباص منهم وهذا المقطوع منه عندي قبل شوي وريتك ذا فاضي فهمني ولا اوريك مره ثانيه نوريك عادي هذي شد دخلتك؟ خلاص فاضي. أوكي. طيب. أوكي. أبيك تحط من نفسك. أهو حطيناه في العلبة الفاضية. أوكي. معي أنا مرة ثانية. واحد اثنين ثلاثة. تك. يا سلام فينه؟ أوكي. هو مخفي. بتشوفه ده عند المرة أكيد شايفه كبير حتى تمام يا سلام يلا بحاول أسوي كده هذا مخفي طيرناه الآن مش نتأكد لك فاضي طار فاضي أوكي طبعاً بحاول نشوف داخل كرة اللعبة أولاً إنه يطلع معنا ولا لا معقول احتمال يطلع معقول قد عقلنا انتبه من أول يعني معقول ونوصل الآن وش كان الكرت؟ ثلاثة ثلاثة اوكي
فهذا قلب احمر. ايوه الجزئيه منه. اوكي نشوف هذه. اوكي اذا شفته قولي موجود. لا مش ده. ابرك ادبرك. معي اثنين، ايش رايك؟ زي ده واحد يطلع لنا ثلاثة. ممكن. أو ناخذ أربعة وننقصها واحد. ننقصها واحد. بس لازم يكون نفس الشكل. يعني دول أربعة واثنين. إيه. يعني احنا خرجنا ثلاثة. يعني كيف؟ أوكي صح نسيت. طبعًا معي هنا دريم، ماي دريم حلمي. هنشوفه الآن. عاد سوي عند نفسك. ولا افتح أنا؟ عادي افتح. أوكي قدام الجيب تمك. مضمون. عن شطة كده. طبعا مغلف لو اتذكرنا. مغلف وحطيته قدام مغلف. اوكي. انتبه تقول لي لا اللي ببالي يطلع. كذا كثير علينا، شوف من نفسك، انا ما بفعش اي حاجة. يا جماعة لا الراجل ده مدري مسحور مدري شو بقني. شوفوا يعني الثلاثة الذي القطعة منه طبعا وكانت في الكلب مغلف، يعني حطه مغلف أمام الكاميرا. يعني ما لا يسمى ما رتبوش ولا انتقل المستوى الثالث للخدعة البطن. استنى عشان يعني ما اسمه بعد الحلقة إن شاء الله لازم تفهمنا عشان ولا بتهمك بالاسمه بالقنوع العفاري. تمام إن شاء الله خير. فالبطات الثلاثة اللي تخرج من كرت مغلف يعني هذا جنان للجنين بلاش يا صلاح. رهيب جدا يا صلاح، أنت رائع والله العظيم. طبعا إلى جانب ألعاب الخفة قلنا صلاح يمتلك قدرات خارقة معه ألعاب. جاب لنا بعض الحاجات للاستوديو، بس قبل ما طبعا خليكم معنا عشان نشوف صلاح وألعاب خارقة رائعة. لا تروحوش اي مكان. قبله بنتكلم شويه عن موضوع معين كذا ونطلع فيه تقرير اللي هو طبعا تعرفوه هذه الايام برد الشتاء وما يعانيه يعني خاصه الاطفال الذي يقوم الصباح يروح المدارس من برد الشتاء وكذا. طبعا انت درست يا صلاح قبل زمان وذا وعانت ذا الشيء ومرت في الفصل هذا اللي هو فصل الشتاء، انت ساكن هنا في صنعاء. كيف كان شعورك لما تكون تبكر المدرسه الصباح والجو بارد وقارس؟ ارجع شعوري الحين اروح الجامعه صباح. والان تروح؟ اي اكيد. طيب وانت كبير بس طبعا الطفل ما يتحملش البرد هذا ويعاني، خاصه انت داري اصحاب المدارس الحكوميه الطلاب الذي يعني قدر ما تشوف اطفال ما عندهمش القدره الماليه انه مثلا الملابس هذه حق الشتاء اللي تحميه من البرد الكثيفه. والتفاصيل دي اللي نعرفها دائما نشوف بعض الاطفال لابسين جاكيتات ومدري ايش وذا، بس في اطفال ما عندهمش القدرة انهم مثلا يكتسوا الكسوة هذه حق الشتاء الخاصة اللي تتقيهم البرد، فيروحوا المدارس في ظل البرد هذا القارس. طبعا التفاصيل اكثر حول الموضوع هذا نشوف تقرير لطلاب المدارس والبرد القارس. ألعاب الخوارق، يعني ألعاب هي طبعا في فرق بين ألعاب الخفة والخوارق اللي بنشوفه الآن وبنعرفه من صلاح. طبعا ألعاب الخوارق يا صلاح، طبعا بدأت بالخفة أو بالخوارق؟ لما بدأت بالنسبة كبداية بدأت بالخدعة البصرية، أنه الخوارق تعب يشيلها تدريب يشيلها ممارسة يشيلها تعليمة تأخذ وقت أطول نفس الوقت. يعني بس الخوارق تأخذ وقت أطول بالتدريب بالتعليم من الخدعة البصرية. طيب وانت تشتغل تعمل الخوارق هذه اللي فيها ما في شيء ما تأذيت مني أو حضر لك أذى الحقيقة من خلال التمارين كنت أذي تأذية مثلا سطحية. مثلا اليوم وانا بنجهز شطت يدي شوية يعني قطعت يدك. اوكي. بس الخوارق اشياء مؤذية، لازم انت تعرف الشيء اللي بتسويه قبل ما انت تقرب عليه، تتدرب عليه اكثر قبل ما تبدا. لازم تعرف ايش هو وايش اضراره، ولو وقع لك حاجة ولا شيء لا قدر الله كيف تتخلص منها سريع قبل ما تصبح المشكلة اكبر. لانه ضرر اكبر. يعني مثلا العاب الخفاء كل اللي بتلاقيه انك مثلا بتفشل انك تأدي اللعبة قدام الناس مثلا. أوكي. احراج. لا احراج وذا، لكن المسألة الخوارق اذا فشلت بتأديت ستؤذي نفسك، فلا حد يجرب العاب الخوارق هذه الا بعد تمرين وبعد انه واثق خلاص وفاهم اللعبة بكل تفاصيله. أي. انت طبعا قلت لي بدأت بالعالم الخفاء وبعدين دخلت في عالم الخوارق وذا. طب عالم الخوارق هذا يتضمن ايش من اشياء مثلا؟ يعني جيب لنا مثلا سيمبل لبعض الالعاب اللي تعملها كخوارق. أوكي. مثل ايش نسوي لك مثلا؟ نشوف حاجة نتكلم. يعني ايش يعني زيون نشوف حاجة على طول نشوف وتشرح لي على طول. يلا ممكن أوكي. عادي تشوف. اوكي الان نبدا لك بشيء مش خطير ذيك الخطوره بس حقيقه خطوره. طبعا انت جهزت حاجات تناسب المكان والاستوديو. المكان بالستايل فقط. يعني على حسب الاستوديو، يعني جبت لنا العاب خفيفه خوارق بس اني بالاستوديو. ايوه. ف
فان شاء الله تابعونا ونشوف الخوارق حق صلاح اليوم ايش بيعمل لنا. معنا ايش دبابيس. دبابيس الله يستر. الله يستر. اكيد اكثر الناس بيستخدموا. طبعا شيء اختار اي واحد تشيهم اي واحد منهم. هذا اللون تبعه. اوكي. ممكن اشيل واحد انا. اكيد اخذ اي واحد تشيهم. بعمل معك خارج. يلا اوكي تمام بس انا خالي من المسؤوليه طبعا. ما خالي من المسؤوليه انا طبعا بدخل الدبوس بدون هذه اول خارقه بعملها اتدرب. اوكي. طيب وريني انا حطلع فاهم صراحه. حقيقه سويتها صح ولا لا؟ كالكاميرا مطهر ورينا الكاميرا. طيب هذا الدبوس وهذا بخرجه لحظة اهو اها طبعا لحد يقرب ده الشيء. الان نشوف ابداعتك. هذه اللي حاجه بسيطه انا يعني نشوف. طبعا صلاح بيقدم لنا طبعا انت اخترت ده قبل اصلا. نعم. اللي بحاول اسويه انت ايش عارف انه الوجه منطقه خطيره اكيد احتمال وغلط فيها مدى الحياه اجلس معك الاذى اكيد طبعا اللي بحاول اسويه حد يغامر يعني خاصه حد يغامر اول شيء احذر الجمهور واي شخص انه يحاول يسويها. نعم مش شخص اي حد ممكن يعملها بيسواها بسويها. لا. لا ليش اللي هو انا يعني نفس كذا لازم يدرس هذا الشيء ويعرف ايش اختاره. مع ان الدبوس بحاول انا ادخل الدبوس من هنا رجعت ثاني. دخلنا في العميق يعني ممكن تدخل الدبوس من هنا اوكي من خدك من خدي ويخرج من الجهاز ثاني. لا ما بيخرجش بس بيجلس هنا على ما هو. انت اللي بتبعده وانا بعده كمان. ايوه يلا اوكي وش تختار اليمين او الشمال؟ اختار لك الشمال بحيث انها مناسبه لجهتك. طيب الان نشوف الكاميرا. طبعا هذه حاجات خاصه مش اي حد يقوم به. انت استمر يا صلاح انت واحنا بس نتكلم مع الناس ان الموضوع ده خاص يعني مش اي حد ممكن يقوم بالموضوع ده او يلعبه. ليه اسلوب خاص ليه تمارين تدريب خاص. نحن نشوف بالكاميرا الدبوس خرج من المنطقة الثانية ما نش داري كيف. تعالوا بسحبه بس شويش. بصراحة حاجة الصراحة يعني خطيرة فعلا يعني أوكي. مش أي حد ممكن يدخل دبوس في خده. طيب نصعبها شوي. أنا مش داري كيف كنت الأصعب من كذا الصراحة يعني بتكون مستفزة جدا يعني الناس. طيب طبعا المركز قبل قليل ما فيش ولا اي دم. ما فيش دم طبعا. الكاميرا هنا لا في دم ولا الخصق باين ولا اي حاجه. ما فيش دم. بدل المكان ما فيش لا اي بقع. طيب نصعبها شويه بدنا نستغني عنه. باقي اصعب من كذا؟ اي باقي اصعب يعني بعد ما خزقت خدك. يعني طبعا احنا نقول للناس انه الموضوع ما هوش سهل بالدرجه دي يعني بس في حاجة خاصة يعني افتهم لك انه الانسان يتدرب على هذا الشيء وصل لمرحلة انه يقدر يعمل اشياء هذه من الخوارق. طبعا دي حاجة بسيطة يقدمها لنا في الاستوديو. صراحة عنده حاجة كثير مثل سحب السيارة وحاجة كثير يعني بالشعر بالاسنان حاجة فظيعة يعني. هي طبعا كعروض انا احس اني مثلا مؤذية للناس. بعض الناس تتضايق لما تشوف المناظر هذه مثلا انه شخص يدخل ابرة في خده او حواقبه او يعمل حاجة دي. انما تعتبر حاجة كيف وصل للمرحلة هذه هذا السؤال يعني. هنا كيف تمرن وصل للمرحلة هذه. صلاح طبعا بيورينا لعبة اخرى معه الان. معي الان ابرة حق عمليات مربوطة بخيط. اعوذ بالله. اجيب لنا صلاح اليوم. الغطاء انا جبته. الله يسامحك. في معي الغطاء هذا تمام. طيب. اللي بحاول اسوي انه ادخل الابرة في يدي. واربطها على الدبة. الدبة فيها مي. بحاول ان ارفعها في يدي. ويدك الدبوس في يدك. ايوه. يلا اوكي نبدا. طبعا وحدك مساعده منك. هذه غرفه عمليات ماشي. اللي معنا ايش؟ لا انا ما مساعدش بالحاجات دي. حاجه شويه مساعده خفيفه. لا مساعدك ابدا. اوكي. بحاول ايش؟ لو بس اطهر مكان الجلد. ابعدنا عن موضوع المساعده في الاذيه. ونطهر الابله لانها تدخل تبادل الجلد. تمام كده. في ناس قدر ما تستمتع تشوف السمو الذي حاصل. القلوب القوية فقط تتفرج. أيوة القلوب القوية. وفي ناس قدر ما تخاف أو تشمئز من الموضوع. طيب أشي منك ترفع لك شوي بس. لا عملك زيد رفع يدك شوي.
طبعا اللي شايفين اذا الكاميرا يدخل. كنتم وانتم في التلفزيون تشمئزوا، كيف وانا جالس جنبه وهو يخزق يده؟ يعني المسألة خطيرة جدا. الجلد حقك خاص يا صلاح، ما شاء الله. ما شاء الله، يعني اللهم صل على محمد بيمرعوك. واذا مرعوك ايش اللي بيحصل؟ بيرجع قوي. هسه وين سيبيدك الآن؟ بصراحة يعني شيء رهيب وفظيع. طبعا الإبرة دخلها في يده عادي، يعني الله يعينك ما شاء الله يا صلاح. المهم انه قدر ما تكون، يعني انت مش ما تعورش نفسك بالألعاب دي، يعني هي مجرد موهبة. موهبة بعض الأحيان تحصل خطأ بسيط. كفاية تمام كده طبعا سجلنا. باين الدبوس دخل في يده، ان شاء الله ما فيش اي خطأ يعورك، او يعني انت ما قد حصل لكش كذا وتعورت وانت تلعب. بحاول أسوي الآن أربط نغطي على الدبادي، بحاول أرفعها. يشيل القارورة فيها ما طبعا وثقيلة طبعا، وتسحب الجلد، الكاميرا تقوم لهنا زو. والدبوس طبعا يعني مخزوق بيده، يعني حاجة الصراحة مرعبة. مرعبة خاصة للذي يخافوا من الأمور هذه. طبعا شوفوا الدبوس، الدبوس هذا طبعا حق صيد صح؟ حق عمليات. حق عمليات كمان، آية. حق عمليات، عدو أخوث يعني قوي، ودخلوه في يده. الصراحة حاجة يعني محيرة يا صلاح، يعني هل كيف اكتشفت دشين انك ممكن تدخل دبوس في يدك؟ في الحقيقة اكتشفت. كيف حسيت دشين انك ممكن تدخل دبوس في يدك بدون ما ترجع؟ طبعا لقيت كابتن في الخوارق اسمه الكابتن عمرو اليوسفي، وفي الحقيقة هو الكابتن حقي اللي ورانا هذا الشيء وراك وعلمنا. الاشياء هذا. طبعا الخوارق مش أشخاص محددين أو وراثة أو خلقة من الله، طبعا موجودة بأي شخص. أنت قادر تسويها. قبل شوي أنت سويت الدبوس اللي هنا، بس سويته وأنت عارف ده الشيء أنك نعم سويته من قبل وإيش أضراره. نعم أنا عارف. أوكي. طبعا يا صلاح قبل طبعا ما اليد نكمل، ما عفوا فيش يا صلاح، ولا أي دم ولا أي حاجة. أيوه قبل ما نكمل نشي نعرف تفاصيل أكثر كيف عرفت الشيء وكيف وصلت للمرحلة دي. نطلع فاصل كذا إن شاء الله قصير، وبعدين نعود لصلاح ونعرف تفاصيل أكثر عن هذه الألعاب وعن صلاح أكثر وما يقوم به صلاح من ألعاب خفة وألعاب خوارق. مشاهدينا لسه معكم، ولسه معنا ضيفنا صلاح، ولسه معنا فقرات معكم. طبعا قبل شوية شفنا ألعاب، طبعا الألعاب هذه هي للعروض، قد تكون بعض الناس قلت لكم يستمتع ويشوفه ممتعة ويشوفه جميلة، بس بعض الناس قدر ما تتضايق أو تشمئز أو تحس إني ما تقدرش إني تتفرج على هذه الأشياء. غير ألعاب الخفة، ألعاب الخفة أشياء مبهرة فقط، يعني ما هيش بدرجة الخوف أو اللي موجودة في الألعاب الخوارق. طبعا صلاح يلعب ألعاب خوارق كثيرة، نحن طبعا يعني ما قدرناش نقدم ألعاب كثيرة هنا في الاستوديو، إنما إن شاء الله بعد فترة في فيديوهات لصلاح وحاجات كثير، منها عطف الحديد، منها يا صلاح أنا أسألك سؤال، يعني ما شاء الله شوف الإبرة تنغرس في يدك، وكيف الحديد تقدروا تعطفوا الحديد مثلا بالحلق او كذا بدون ما يحصل شيء؟ طبعا في تمارين خاصة لكل شيء بتسويه. طبعا احنا قاعدين انه بأماكن أوقات تخلي الجلد سهل الاختراق، وأوقات لازم تخلي جلدك صعب الاختراق. في أماكن معينة بالجسم، بأي مكان من ناحية الإبر، بأي مكان أحط الإبر، يداتي بالأرجل باللاقف بالوجه بأي مكان. بس ما تعتقدش ان العرض هذا مش الكثير يتقبله؟ يعني مثلا لما تعمل عرض زي كذا كيف تشوف مشاعر الناس؟ اشوف الجمهور ردة فعلهم ايوه مخيفه كذا شويه، بيتزاوب منه، بس اكثرهم خاصه النساء، ما تشوف صياح، ما تشوف النساء اكثر حاجه اكثر حاجه الشيء. ما يتقبلوش ده الشيء. ايوه بس اكثرهم بيسوي احتفالات حفلات، مثلا عيد الهالوين نفس كذا، فيحتاج اشياء مرعبه، مثلا شيء يسوي يرعب شخص ناس كذا، فالاشياء. بس ليش ما تستخدمش حاجات يعني غير مثلا انك تأذي نفسك؟ يعني مثلا أذية النفس دي هو غلط، يعني مثلا صح. اعتبر مسألة غلط. آه. يعني شيء جميل، وانا اقر انه ما شاء الله عليك، يعني انت وصلت لمرحلة باجتهادك انك تعمل حاجات مميزة فعلا مش اي حد يعمله، ولا تعتقد انه اي حد مثلا يعمل اللي يعمله صلاح. طبعا صلاح الان ما قدمش اي حاجة، يعتبر عاده صلاح في جعبته الكثير، وانسان رائع، يعني ألعاب كثيرة وحاجات مبهرة مبهرة، يعني الصراحة مبهرة. اليوم ما قدم لكم إلا حاجات بسيطة من اللي عمله البطة والحاجات البسيطة، لأنه استوديو كمان وفي حاجات يعملها في ميدان نحتاج له وفي آه. مساحة. فأنا إن شاء الله نحن نقدر نشوف الفيديو لحاجات كثير تعمل أنت ونعرضه. بس دحين نحن نتكلم في نقطة هذا، ما قد لاقتش مثلا الناس يقول لك نفس الكلام، يقول لك يعني هذه مش حلوة إنك تأذي نفسك في عشان الحقيقة. أيوة الناس عزة عليا، مثلا مرة أعطت سكين هنا بالعين
تحت العين شويه كده عطفتها، فكان اكثر زملائي يعني ما عجبهمش هذا الشيء اللي انا سويته. ايوه لانه اذيه، فقاعد يقول لي بطل مدري ايش، واخواني والبيت كامل حتى اعز اصدقائي كان بيقول لي كذا بطل ابعد عن هذا الشيء. ايوه لانه قدر ما في خطر، يعني هو انت ما شاء الله دربت وبتعمل الاشياء بقداره وحلو، بس قدر ما يعني سبحان الله يوم من الايام لا قدر الله تاذي نفسك كذا. فانا مش عارف ايش اقول لك، انما انت مستمتع بهذا الشيء انك تخزق يدك انك كذا، ف يعني حاول انك تكسر من الالعاب الذي ما فيهاش النوعيه هذه الذي فيها اذيه النفس والحاجات دي، لانه قدر ما قلت لك انت دائما تحس انه في جمهور يتقبلها وكذا، في جمهور ما يتقبلهاش بنفس القابليه للكثيرين يعني مثلا. وثاني حاجه المساله وما فيها انه يعني مش حلوه مثلا تاذي نفسك، وهذا سبحان الله في سبيل انك مثلا انت تشي تسعد الناس وتمتعهم، بس الفكره قويه جدا انك تعمل الاشياء هذه، وهذا شيء جميل وخارق. يعني مثلا ما نقولش الا الغرب يعملوا كل حاجه، نحن معانا شباب بيعملوا كل شيء نفس الذي يعملوا افضل يعني مثلا، لولا انه مثلا الظروف والفرصه، صح ولا لا؟ يعني قد ربما تجي لكم فرصه عاديه اقوى من الشيء هذا، بتعملوا اروع وتوصلوا لمستويات اعلى. يعني في هنا في اليمن معانا كوادر في كل المجالات، وما فيش حاجة اسمها إلا الأجنبي يوصل لحاجة أو الكافر ممكن يعمل شيء، نحن ممكن نعمل أفضل منه، معنا شباب رائع لولا أنه مثلا الدعم. أو ألعاب الخفة هذه ولا ذا هي مجرد ذكاء، هذا دليل على ذكائكم وأنكم تقدروا كيف تقدر أنك تلفت نظر مثلا المتابع اللي معك، توصله لمرحلة أنك تلهيه، أو الخدعة والوهم أنك تخدع نظر. هذه ألعاب جميلة ورائعة اللي تعملوها، بس قلت لك انا نصيحه شخصيه مني انك تبتعد الاشياء التي تؤذيك، يعني في العروضات مثلا انك تؤذي نفسك، فهذا شيء يعني مثلا مخيف او حاجه كذا. معك انت عروض كثير طبعا، احنا وقفنا بعض العروض لانها مؤذيه، احنا ما نش ناذيك، انما انت رائع والله العظيم. معك لعبه كذا خفيفه ما في بش رعب ولا اذيه نفسك، نشوفه وبعدين اشتي اسمه نسالك عن مثلا فريقك هذا الى فين مثلا تشي توصل فيه مثلا. اوكي على طول نبدا نلعب، تفضل نعمل لعبه. اوكي طبعا اول ما عرفت ان انا اقابلك قلت لك معي هديه يعني. تفضل. طبعا اوكي ما نحتاج دي هذه هديتك المفضله هنا. قلت لك انا ايش كره لعب. نعم نوريك مره ثانيه من تحت ان ايش جميع كره اللعب مختلفه. مختلفه اكيد يعني بطه عاديه. ايوه مختلفه في الاوراق. نشوف بالكاميرا نخبصها كده. طيب الأشياء منك تقسمها نصين. نصفين يعني؟ بأي مكان أنت حر بالاختيارك. أوكي اختار أي مجموعة، شيء ذي ولا ذي؟ هذه. أوكي اختار ذي المجموعة أنت. طيب طبعا شوف هناك الكارت شيك تحفظها. تقسمها مرة ثانية. أوكي ذي المجموعة هذا ذي؟ ايوه اوكي خذ كرتك وري الكاميرا عادي. نشوف الكاميرا مع بعض. تسعة قلوب، قلوب سوداء. شو قلوب كرت؟ على فكره هذا كرتي المفضل. قلوب سوداء. احنا نشيل القلوب البيضاء. لا اوكي اخذه. طبعا لما يجتمع كرتي المفضل مع الكرت اللي عندك اخترته بيحدث اشياء كبيره. ايش يحدث؟ الله يستر. طيب ازيد ولا اوقف؟ انت قول لي وقف اي ما كانش انت. طب هنا؟ ايوه اوكي. طبعا اسوي كذا هيطلع لي كرتك؟ ايش رايك؟ كرتين؟ ما ادري ايش صح؟ كرت كيف طيب. نكع من بينهم. طيب نعيدها مره ثانيه؟ طيب يلا ازيد ولا اوقف؟ انا ازيد وانت امشي انت. ستوب يلا هنا؟ نقرب الحين. يلا نقرب هيطلع ولا لا؟ الله اعلم. اوكي بشوف انه كيف بيطلع ما ادري ايش انا بشوف انه في بسحر ما طلعت. طلعت البنت. انا بقول لك ليش؟ خلاص تسوي كذا تقول ايش؟ ما طلعت. طلعت البنت مره ثانيه. البنت ليش تحول لي؟ يا راجل طيب. يا سلام. مش هنا بس ركز معي هنا. اعوذ بالله مش يطرق. كيف عمل؟ مش بس كذا شو ركز معي هنا. واحد اثنين ثلاثه كل البطل ترجع نفس كرتك ما عدا معنا كرت واحد مالك
كيف رجعت؟ احنا شفناه اصلا مختلفه كامل. ايوه مختلفه طبعا. وهي بيدك يعني عادة ما اتحركتش. اه حلو، ارجع لك بالزمن شويه للخلف. ايوه، اول ما كان بديت العب البطه ايش كانت؟ كلها مختلفه. مختلفه. اه سلام سلم. طيب نصعبها شوي، نسوي كذا تشوفها. ها طيرنا فين راح؟ ما عاد هلوش. اوكي نشوف الان. مش لها البطه كامله، كرتك مش موجود فيها، مش موجود، اختفى. طيب. شلو القني. طبعا الخدعه كانت معك انت، وعندي اللي اخترت الكرت، بس انت اخترت كرتي المفضل. كرتك المفضل؟ ايوه. تسعة. ايوه قبل شوية طيرنا. طيب فين طار؟ احتمال ما يكون معي انا. مش هنا، تشوفه عندك. عندي فين؟ ما لا. كيف عندي؟ امزح معك لا صدق. فين عندي؟ شوف شوف اكلمك يعني عن جد. صدق نمزح. لا الموضوع هنا. كيف عندي يعني اذا انا قدامك والعب من صدق تمزح. طيب الكرت اختفى من البطه، وين راح اصلا؟ وين راح؟ مش عندي انا، لا تتهمنا. شوف اجيبك هنا هنا. الكرسي، المايك، اي حاجه. الورقة دي مالك انت تتهابل. يا اخي لا الكرت نفسه. الولد ده بيرقي. مالك انت؟ صلى على رسول الله. هو ولا لا يعني؟ ايوه ايوه هو. بعدين حلو خلاص تمام. كيف قلت له عندي؟ والله ما تفلت والله. بعد اللي انا بلا قلنا انا وانت يعني وطيرت. انا خرجت امامك طيرنا كده. لا لازم تعترف. بس دي المشكله ايش؟ كرتي وكرتك. كيف ده كرتي المفضل وانت اللي اخترته. وكيف جايبي؟ جني يعني؟ مش عارف انا. كم مش عارف؟ لازم تعرف. الجمهور بعدين بيقول المساله في بيجن. لانه قدامه احنا نلعب مباشر والكرت طار. اوكي. كيف يعني طار؟ والتسعه تسعه. بس اكيد فيها خدعه. كل شيء تريك. اكيد فيها خدعه. اكيد كل شيء تريك. انا مش عارف اذا كان حط الكرت وانا مش داري، اذا كان هذا ما ادري ايش. ما فيش جن. كل ايش قلت لك قبل اول بدايه المقابله؟ بس انت رائع. اسرع من عينك. انت رائع. الله اسرع من عينك ما شاء الله. اسرع من ما شاء الله عليك يا صلاح. والله صلاح رائع مبدع يعني متمكن من الذي يعمله يعني انسان محترف. هناك جروب كامل من المحترفين في هذا المجال، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وانهم يعني يوصلوا ل طبعا مرحله رائعه وكبيره. وطبعا يا صلاح انت قلت لي معك فريق. عندك فريق طبعا، فريق العاب خفه وفريق لا نفس الفريق. نفس الفريق العاب خفه. فريق بفورتريك. طيب فورتريك ذا مين. طيب مثلا انتوا تصوروا الحاجات دي مثلا، قد صورتم العاب لكم؟ صورنا حوالي 3 فيديوهات، 2 فيديوهات استعراض كره اللعب، وفيديو بيجمع الخوارق فقط. طب ليش ما فكرتوش تعملوا برنامج يخص العالم هذا، عالم الخفه والفوارق، زي البرامج اللي يقدموها؟ قادرين نسويها احنا، زي احمد البايض، زي قادرين نسوي. قادرين نسوي كذا وزي المصري وكريس. أوكي. طيب ايش اللي منعكم؟ في الحقيقه لما خرجت اصور انا مره من قبل صورت فيديو سحب السياره بالشعر. فلقينا مشاكل. ايش المشاكل مثلا؟ مشاكل يقول لك ممنوع التصوير في الشارع، ممنوع مدري ايش، ناس كذا يمنعوكم من التصوير؟ ليش يعني مثلا انتم بتشوفوا اي مكان لوكيشن، اي مكان بعيد عن الناس، بعيد عن هذا، ممكن الافضل ان خرج تصاريح وناس كذا ومعاملات كذا. وممكن تعملوا الموضوع ده اللي هو ما بين الناس، تعملوا الالعاب هذه ما بين الناس وتصوروها، يعني تلعبوا مع الناس في الشارع بطريقه مفاجئه كذا، في الاسواق، في هذا، زي ما قلت لك الذي يشتغلوها الاجانب والعرب. قادرين نسويها كامله هذه الاشياء. قادرين نسوي اكثر من كذا من ناحيه الخوارق والمجازفات معنا، ومجازفات حقيقيه وقويه. طيب ليش ما تعملوا دشينج؟ دشي مثلا انتم ما شاء الله عليكم محترفين وبالامر ده يعني مقنعين جدا وواصلين لمرحله قويه تخولكم انكم تقدروا انكم مثلا تعملوا برنامج خاص بكم وباحترافيه. يعني ما انتم الشباب مبتدئ عادكم بداتم عشان ما شاء الله عليكم ما شاء الله يعني رائعين. انا طبعا شفت لكم حاجات غير هذا اللي شفته الان. انا اعرفكم واعرف فؤاد، اعرف صلاح، اعرف اسامه، اعرف الشباب دول كلهم واصحابك والفريق، يعني معكم حاجات رائعه. يعني حرام اني ما تظهرش بقوه يعني للناس وكذا، مش مجرد حفلات فقط، لازم يكون برنامج خاص بكم. برنامج خاص بالعاب الخفه، انكم مثلا بين الناس تعملوا العروض دي، او تكون فقره مهمه في برنامج، يعني فقره لمده نص ساعه وكذا تكون خاصه بالعاب الخفه وكذا. لازم تحاولوا تعملوا دشي، يعني لازم شغلكم هذا يظهر بقوه، يعني مش مجرد انكم انا عارف تروحوا حفلات تروحوا كذا ولكم جمهور وكذا، بس الاعلام بيكون اقوى. يعني انتم تستاهلوا توصلوا للمرحله دي.
اكيد بس يعني ان احنا نوصل ايش لأقرب تايلاند، وده هدف الفريق نفسه من اول طيب ما اي حد الفريق كامل. ايش طيب لازم فيكون في خطوات، في خطوات عملتوها عشان توصلوا للهدف؟ بداتوا تدربوا على العاب كبدايه ما فيش اي دعم للفريق، كل اللي كان دعم الفريق نفسه بنفسه، هذا واحد. ثاني شيء كان الفريق بيحاول انه يفرق بين حياته الشخصيه والفريق، الظروف يعني الظروف. أيوة بيواجه اكثرهم طلاب جامعه، اكثرهم بيشتغلوا عمل، اكثرهم في معانا مزوجين بعضهم، بس يعني يقول لك حياته الشخصيه بتخالف مع الفريق، بيحاول انه يدخل مع الفريق، هو مع الفريق اساسا، بس شيء يسوي شيء يصلح يجي له اشياء من الخلف تمنعه. يعني المشاكل الخاصة والظروف المادية والظروف الخاصة قد ربما انك تمنع مثلا. يعني انتم مثلا لو كان مثلا العمل هذا جاب لكم عائد مادي كبير يمكن كان يخدمكم كثير يعني الجميع كبير، او كان يحل المشكلة، بس انتم لازم خلاص ما دام بدأتم وناجحين كذا ان شاء الله لا تسيبوا الموضوع، يعني ابدأوا ثابروا سيبكم من الظروف، ابدأوا مثلا اعملوا خطة للموضوع مثلا المشاركة هذه ممكن تبدأوا، وعلى الله بعدين المشاركة انكم تسافروا، ابدأوا جهزوا العاب خاصة بالبرنامج يعني جهزوا لكم يعني من عند العلاقة جهزناها الحمد لله جاهزين بالموضوع جهزنا، بس باقي لنا التصوير وسوق العمل. يعني انتم الان في خطوات للذهاب الى البرنامج يعني واخذ الموضوع بجد جد مش لا يعني. لازم تاخذوه بجد. لا اخذنا الموضوع بجد يعني وبداوا جهزوا لي وكذا، وحاولوا انكم تظهروا بقدر الامكان في يعني بالذي يتناسب مع قدراتكم. انتم ما شاء الله عليكم رائعين محترفين يعني قلت لك مش شباب مبتدئين مجرد اوكي حفلات اوكي عندكم جمهور وكذا، بس لازم كمان بالاعلام لازم تظهروا بقوه اكيد مجرد لقاءات فقط حقيقه خاصه بكم كفريق. طبعا انت قلت لي الحمد لله رب العالمين انت ما قد اذيتش بسبب الخوارق دي او حصل لك شيء؟ الخوارق ما تاذيتش حاليا الحمد لله، انه كنت اسوي بدايه مع الكابتن كان موجود جنبي كان يبدا يسوي لا كذا لا كذا عكس لا اضغط هنا سوي كذا يعني كامل. طب بالنسبه للفريق ما فيش حد من فريقكم حصل له شيء لا قدر الله؟ من ناحيه الفريق كان شخص بيتاذى بسبب مخاطره المسامير، بس كان اللي جنبه حذره يعني اجى بيضغط على الكيس غلط ووقفه قال هنا الكيس ده غلط، انا كنت اتابع الكيس فانت غلط فيه. يعني بعضهم بيلعب هو الحظ اللي معاه يعني فبيفشل فيه قد كان بيتعور يعني او بيحصلها بعضهم يسوي مجازفات في المسابح وهذا، وبعضهم كان بيغرق يعني قال له القفز هذا القفز هذا بسلاسل يتربط وينزل تحت ويقفز. يعني بس كيف هذه تتمرنوا عليها بكثره يعني عشان تمارين حل حيث الفن فن الهروب والاشياء كذا. حلو جدا. طيب انا اسال سؤال يعني يمكن ما حد ساله من قبل، بس هذا ليش ما فيش مدرسه لدي الاشياء؟ يعني مثلا مدرسه خاصه او مركز خاص مثلا يقول لتعليم العاب الخفه يدخلوا يتعلموا فيه شباب اللي هاوين للشنج او كذا، او ان المساله ان كل واحد يعني المساله هذه بينكم وبين ما حد الشيء لا او ما تشيش تنتشر عشان ما يكونوش لاعبين خفه كثير. مش حكايه لاعبين خفه كثير كثير، كل شخص مجهوده يعني انت شفت شخص سوى تريك سوى خدعه امامك فاللي انت تحاول تسويه اوكي استمتعت تمام يلا روح استرجع كيف سوى ما هو جميل هو المجهود اللي يوصلك ما انت ايش ممكن تحطه البدايه. يعني مثلا انا اعمل مركز اعلم العاب الخفه اعمل قواعد اساسيه للبدايه، بعدين الشخص اجتهد وانا اجتهد وثابر وصل لمرحله اقوى وطور من نفسه اوكي، ما طورش من نفسه انت عملت اللي عليك. ممكن هذه المراكز اذا اضافه الى انه في بيع عائد مادي كمان تكون مشجعة للشباب كثير، انه مثلا في شباب كثير يهول حاجة ذي ويتمنوا انهم يدخلوا في المجال ده فبدل ما يضيع وقته في اشياء يعني ما تساوي شيء يعني افتهم لك. فالمسألة هذه فكرة حلوة لو فكرتم فيها انه مركز لتعليم العاب الخفة والحاجة دي. بالحقيقة الفريق خلينا انه بيصلح مثلا مسابقة بحيث انه ياخذ منها افضل لاعب خفة ويضمه للفريق او نفس كذا. ربنا يخليك يا صلاح. طبعا يا صلاح شكرا لك ونعود لك. طبعا طبعا انت من صنعاء وتعرف صنعاء يا صلاح؟ اعرف صنعاء. تعرف صنعاء بقوه؟ لا مش حلاوه صنعاء وجمال صنعاء بعد المطر صنعاء تمام. القديمه بالذات بعد المطر. طيب الان نتعرف على صنعاء اكثر ونشوف صنعاء وجمال صنعاء في التقرير الذي بنشوفه الان عن صنعاء وحلاوه صنعاء طبعا وجماله الذي الكثير طبعا ما يعرفوش الا بشكل سطحي. نشوف التقرير عن صنعاء والتفاصيل عنه ثم نعود. طبعا نعتذر لكم عن إطالة الوقت، طبعا كنا نشتي نستمر أكثر معكم وفقرات أكثر وكمان نستمر مع صلاح أكثر، لكن طبعا لضيق الوقت تعرفين اليوم جمعة، جمعتكم مباركة وطيبة
وطبعا اخر كلمه نسمعها من صلاح، تحياتي لصلاح الضيف المبهر اللي طبعا ابدع معنا وابهرنا بحاجات كثير، وليس وفي جعبته طبعا الكثير والكثير، انما الان لمحه بسيطه شفناها من صلاح. طبعا صلاح اشتيك تقول كلمه كذا اخيره للشباب اللي هو الذي يحب المجال هذا، مجال العاب الخفه ولا الخوارق، وكلمه تقدمها لهم طبعا انت بما انك خبير في المجال ده. طبعا اقدم كلمتي الخاصه لاي شخص يشيل لعبه الخدعه البصريه. عليك الاجتهاد من نفسك. انت اول ما تسوي اي خدعه حاول خذ اخوك جرب عليه، بيقول لك مكشوفه، اوكي عارفها تمام، لا تيأس واصل. اما من ناحيه الخوارق اكلم الجمهور خاصه، ما يحاولش يسووها، بالذات الاطفال. مثلا البعض اكل الزجاج، اللعب بالنار، سحب سحب السيارات بالاسنان بالشعر، كل ذي السيارة تمشي من فوقك، أشياء كبيرة متوقع لكم مع فريق بيفورت لك بيقدم لكم أقوى العروض الخطيرة والمسلية. شكرا جزيلا لك يا صلاح، ونصيحة طبعا لكل اللي يلعبوا الخوارق أو يدخلوا فيها، طبعا انتبه يعني المسألة مش بسيطة جدا، أي حد ممكن يعمله. طبعا شكرا لصلاح اللي شرفنا اليوم، وشكرا لكم جزيلا لمتابعتنا، وللأسف طبعا حلقتنا انتهت لهذا اليوم. إن شاء الله بإذن الله نلتقيكم في حلقة جديدة ومميزة، طبعا كل جمعة نقدم لكم حاجات ممتعة، وطبعا صباح الرضا مستمر معكم كل يوم في فقرات جديدة جدا ومتميزة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، جمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.